كيف بدي انفجر هذا بعد؟ بدي دبوس، حدا يعطيني دبوس يا شباب. أنا ما حأزعل على هالبالون لأنه انفجر، لأني أنا أعطيته أكثر مما يستحق. فذلك بعض البشر لما نعطيهم أكثر مما يستحقوا نحن اللي لازم نلوم حالنا، ما نلومهم هن. نحن لازم نعطي كل واحد على حجمه، ما نعطيهم أكثر مما يستحق. الأخلاق الحقيقية إمتى بتظهر؟ بتظهر في نهاية العلاقات وليس في بدايتها، لأنه في البداية الكل طيبين، حبابين، محترمين، صادقين، نحن ما في منا. وأول ما توصلوا للنهاية كل بلاوي الكرة الأرضية بيطلعوها تطلع فيهم. فأهم شيء في الأخلاق إنه تكون عند خط النهاية. أنت بني آدم مثل ما بلشت أخلاقي تنهي أخلاقي. كل شيء بيصير بالحياة مع غيرك بعدين بيصير معك، لازم ما يفاجئك. ليش؟ لأنه طبيعي صار مع غيرك. البشر بيحبوا بيكرهوا بيختلفوا، بس لما يقرر حد مهما كان هذا الحد مهم بحياتك، لما يقرر أنه يتركك ويمشي من طرف واحد بدون أسباب واضحة بعد كل محاولاتك، وقتها لا تتعامل معه مثل ما بتقول وردة. لا، وقتها سهل له الخروج، وصله للباب واقفل الباب وراء ألف قفلة واكسر معه 50 جرة. الله، صارت 50 شاف. اللي بيطلع من حياتكم بإرادته ما رح يرجع إلا بإرادتكم. وإذا كان الحب جميل فالكرامة أجمل وأغلى وأكبر من أي حد.